ايه يا ابني؟ التلاقي الكل على فكرة بقى ده تليفون مش منبه. انا عندي منبه. طيب خلاص يلا انا جاي جاي جاي. صباح الخير شاهين. مين جاي؟ يا عم حموت يا عمتي حموت. ايه ده انت نازل؟ نازل شويه وراجع يا عمتي. مش هتاكل قبل ما تنزل؟ سلام يا عمتي عشان معايا ناس. هو فكر ان ابوك هيسافرك بجد؟ ليه يا ابني؟ خلاص هو عندي. اول مره يقول لك كده يا عم. انت اول مره يقول لك كده؟ يا سامع الله. اهلا. ايه اللي صحاك بدري قوي كده؟ تقول ايه؟ اللي صحاك بدري؟ انا كنت قعدت لكم في بيتكم شويه كمان. والله كان نفسي. يا ابني انت لازم عندنا ميعاد مع استاذ صالح دلوقتي. استاذ صالح ايه؟ انا بتهيألي كنا هنقابل السمسار اللاسع بتاعك. انت ضايع. واسمه ايه؟ اسمه اكسلانس. صباح الفل. الحمد لله على السلامه يا برنس. منور الدنيا والله. يلا بينا عشان نشوف المخزن حضرتك. في ميعاد عشان البنت بتاعت المخزن. نسيت حضرتك ولا ايه؟ مش هتسيبه فرصه عظيمه والله. والله العظيم كنت هقعد فيه انا والمدام والاولاد. ضحيت عشان خاطر حضرتك؟ ضحيت؟ اه والله العظيم يا خالد. بتضحى علشان مش خساره في حضرتك يا ريس. ارفض حدوث هذا. ما هو ده المخزن. الف ها ه. ارفض حدوث هذا. الف ها ه. اقول واخد اجازه. الف ها ه. مسلوبين في ازازه. ده رفض للمواقف ملهاش عازة. حلاق لك تاكسي وقت تاكسي بالعربي اركب على ودني كل واحد بطاقته وبرضه هبقى ماسك لساني لما يقول له فتشه فين بطاقته. هتكلم على السياسه والهز والغلاسه. هتكلم بس يا ابني بس 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 انت وهو بس. اقفل البتاع ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حضرتك احنا زهقنا من الاغاني الرومانسيه وحبيبتي و... يعني بذمتك كده انت شايف ان مكان زي ده هيمول الكلام ده؟ ايه اللي يمنع؟ يعني ايه اللي يمنع؟ ده المركز الوطني. ها؟ بص عشان اوريكم بس ان انا بدعم الحريات والكلام ده كله انا هديكم اغنيه بس غيروا الكلام. خف ها؟ مش قفش كده ها؟ مفيش اي وعد. هاني ايه الاخبار؟ اتفضل حبيبي تعالى. ايه اللي موقفك؟ تعالى. اخبارك ايه يا صاحبي؟ كله تمام؟ خدمه. اهلا اهلا. خالد صبري صديقي من زمان جدا. هو كان عايش بره وفي الاصل مهندس ستلايت. انا كنت في نيويورك ستيت. انا كنت جنب خالص كونيتيكت في هارتر. وانت رجعت؟ الموضوع يطول شرحه ده. هما الشباب اللي كانوا هنا دول بيغنوا؟ ايوه يا سيدي بيغنوا. شغلهم هيعجبكم. بجد؟ كله اريحه. زي الصور اللي بتعلقوها لي على القهوه. صور ايه اللي على الصور بتاعت قهوه ابو رجل. مالها صور؟ صور هاني دي سلوات يعني ما فيهاش اي تفاصيل يعني اختارها ب بص يا هاني انا اصلا فنان. ها؟ يعني قبل ما اقعد هنا انا اصلا فنان. وانا في صف انا مش ضدك. انا اللي بعمله ده عشان احميك. الصور دي لعلمك بقى عجباني. يبقى ما فيش مشكله. لا في مشكله. ايه بقى الصور دي قلقت ناس تانيه. مين ناس تانية؟ ناس تانية